السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نشوف دلوقتي حل مشكلة المية اللي بتقعد تتسرب من البانيو من عند التاتش. بنجيب التاتش بنقعد بنسقطه في مية سخنة وننضف بيه بالفرشة زي ما احنا شايفين كده هون، وممكن تحط شوية كلور عليها برضك لو في أي حاجة في التاتش تنضفه، إن ممكن لو في أي حاجة هي دي اللي بتكون سبب ان المية تسرب من البانيو. الكاوتش نفسها بتكون عايزة تسقط في مية سخنة ترجع تطرى تاني علشان تخدم وما تهربش مية، فانت بتسقطها في مية سخنة في علبة كراون وتسيبها شوية وتطلعها وتقعد تنظف بيها بالفرشة زي ما احنا شايفين كده هون. بننضف الكاوتشة كويس قوي بالمية السخنة، ولو ممكن تحط نقطة كلور او حاجة برضك لو في اي حاجة متعلقة في الكاوتشة الكلور بيدوبها، وان شاء الله تشتغل معاك على طول. وفي رابط هسيبه لك ان شاء الله برضك في الوصف في حل مشكلة الصباع بتاع التاتش ده، لو علق ازاي تحل المشكلة دي، ورابط القناة التانية سيبهولك برضه. القناة بتتكلم عن دهان وتلميع العربيات، يا ريت الشركة الله يبارك لك. ده الكلور اللي بقولك عليه بتنضف بيه برضه الكاوتشة وتسيبها في شوية الماء السخنة عشان الكاوتشة تحل. ان شاء الله المشكلة تحل معاك على طول، تنضف بالفرشة زي ما احنا شايفين كده اهوت. هنا البانيو ده كان فيه المشكلة والحمد لله عالجناها بعد التنظيف كويس، وقفلنا التاتش الحمد لله المشكلة اتعالجت ومبقاش يسرب مية. أما لو الموضوع عندك التسريب بيكون جامد والكاوتشة نفسها ممكن تكون هي اللي دابت ومش لاقي يعني الكاوتشة بتاعتها، ممكن تشوف معانا ممكن نعمل ايه دلوقتي. هنا الحمد لله المية ظبطت، ما فيش أي حاجة الحمد لله تمام. أما لو الكاوتشة ضايعة هقول لك دلوقتي إن شاء الله تعمل ايه. هنا انت بتحل الطابق اللي هو التاتش داون زي ما احنا شايفين كده هون، وبتكون مجهز حتة كيس كده هون تكون ليها يعني من شنطة كده سمكها عالي شوية، وبتجيبها بالشكل داون بتعمل لها فتحة صغيرة في قلب اللي في نص الكيس علشان خاطر الصباع يعدي منها زي ما احنا شايفين كده هون، وتعدي منها كده بالشكل ده. الكلام ده في حالة ان لو الكاوتشة معاك نعمة خالص ومش لاقي الكاوتشة ومش عايز تجيب طبق جديد يعني، وبتركب كده بالشكل ده. انت كده يعتبر عملت كاوتشة مكان الكاوتشة الدايبة، بفضل الله تم كده الموضوع. وما تنساش تشترك وما تنساش في الدعاء، وفي رابط القناة التانية اللي بتتكلم عن دهان وتلميع العربيات هتلاقيها موجودة في قلب الوصف، والرابط بتاع محل مشكلة الصباع بين دول برضك ان شاء الله تلاقيه في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.